السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ إسماعيل قنا، مدرس بمؤسسة دعاء التيبوني مستوى الخامس لغة العربية. تلاميذي في المدات الأعزاء، أتمنى أن تكونوا على خير وبخير، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة جيدة واستمتعتم بها. رمضان مبارك سعيد. إذا نلتقي مجددا مع درس جديد، وهو درس الصرف والتحويل، وعنوان درسنا اليوم هو أنواع الفعل المعتل. إذن من خلال هذا الدرس سنتعرف الأهداف التالية، وهي تعرف الفعل المعتل، أي ما هو الفعل المعتل، ثم نتعرف أنواع هذا الفعل أي الفعل المعتل. إذن ننتقل إلى الأمثلة الموجودة في الجدول. إذن نقرأ الأفعال الموجودة في الخانة الأولى: وصل، يئس، وجد. إذن إذا لاحظتم أن هذه الأفعال كلها تبتدئ بحرف العلة، ونقول أن سبق أن تعرفنا أن الفعل الصحيح هو الخالي من حروف العلة، الفعل الصحيح هو الخالي من حروف العلة، وأن حروف العلة هي الألف والواو والياء. إذن الأفعال التي أمامنا في الخانة الأولى هي كلها تبتدئ بحروف العلة، وهي الواو والياء، مثل وصل ويئس ووجد. لذلك نقول أن هذه الأفعال هي معتلة الأول أو معتلة الفاء، فعل أي فاؤه معتل، ويسمى هذا النوع من الفعل فعلا مثال. إذن كل فعل معتل يبتدئ بحرف العلة أو يكون أوله حرف علة نسميه مثالا أو يكون مثال. ثانيا النوع الثاني من الأفعال وهي صام، قال، وطاف. إذن إذا لاحظنا هذه الأفعال نجد أن حرف العلة يوجد في وسطها، أن حرف العلة يوجد في وسطها، لذلك نقول أنها معتلة الوسط أو هذا الفعل معتل الوسط أو معتل العين، أي أن عينه معتلة. ويسمى هذا النوع من الأفعال المعتلة يسمى أجوف. ثم ننتقل إلى النوع الثاني أو الثالث من الأفعال: مشى، دعا، وخشيا. إذن إذا لاحظنا هذه الأفعال أنه كلها تنتهي بحرف العلة أو أن حرف العلة يوجد في آخرها، ونقول إما هي معتلة الأخير أو معتلة اللام، أي أن حرف العلة يوجد في آخرها. ويسمى هذا النوع كذلك من الأفعال المعتلة بالناقص، أي أن حرف العلة وجد في آخره، أي أنه فعل ناقص. ثم ننتقل إلى النوع الرابع من الأفعال المعتلة، مثل وقى، وفى، ووعى. إذن إذا لاحظنا هذه الأفعال هي تختلف عن الأفعال الأخرى بحيث أنها يوجد حرف العلة في أولها ويوجد حرف علة في آخرها. إذن لديها حرف علة تتضمن حرف علة في الأول وتتضمن حرف العلة في الآخر، مثل وقى، إذن حرف علة الواو في الأول ثم الألف المقصورة في الآخر. لذلك نقول هذا الفعل هو معتل الأول ومعتل الأخير، أو نقول معتل الفاء ومعتل اللام. ويسمى هذا النوع من الأفعال المعتلة اللفيف المفروق، اللفيف المفروق. ثم ننتقل إلى النوع الخامس والأخير، مثل كوى، شوى، وروى. إذا نلاحظ أن هذه الأفعال تتضمن كذلك حروف العلة، وحروف العلة فيها أتت في الوسط والآخر، إذا في وسط الفعل وآخره، لذلك نقول أنها أفعال معتلة الوسط ومعتلة الآخر. ويسمى كذلك هذا النوع من الأفعال باللفيف المقرون، باللفيف المقرون. نقول اللفيف المقرون هو ما كان معتل الوسط والأخير، واللفيف المفروق وما كان معتل الأول والأخير. من هذا كله نستنتج ما يلي:
أن الفعل المعتل هو ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة. إذن الفعل المعتل هو عكس الفعل الصحيح. إذا قلنا أن الفعل الصحيح هو ما كانت أحرفه خالية من حروف العلة وهي الألف والواو والياء. الآن الفعل المعتل هو ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف العلة وهو خمسة أنواع. النوع الأول هو المثال، أي والمثال ما كان أوله حرف علة مثل وضع. ثم هناك النوع الثاني وهو الأجوف، وهو ما كان حرفه الثاني أو وسطه حرف علة مثل عاش. ثم كذلك هناك الناقص وهو ما كان آخره حرف علة مثل جرى. ثم هناك النفيف المفروق وهو ما كان أول والآخر حرف العلة مثل وا، أي هو ما كان معتل الأول ومعتل الآخر مثل وعى ووشى ووقى. ثم هناك نوع آخر والأخير من الأفعال المعتلة وهو النفيف المقرون، وهو ما كان وسطه وآخره حرف علة مثل كوى وشوى. إذن أتمنى أن تستوعبوا الدرس جيدا. ننتقل إلى تمرين التدرب. إذن تمرين مطلوب أن تصنفوا الأفعال التالية حسب نوعها في الجدول التالي. إذن هذه الأفعال سنقوم بتصنيفها حسب الجدول التالي. إذن نام، وصف، سعى، كوى، وقى، يبس، طاف، روى، رمى، ومشى، وشى عفوا. إذن هذه الأفعال كلها ستصنفونها حسب نوعها، إذا كانت معتل الأول أو معتلة الوسط أو معتلة الأخير أو معتلة الوسط والأخير أو معتلة الأول والأخير. إذن ستقومون بتصنيفها في الجدول حسب نوعها: المثال، الأجوف، والناقص، واللفيف المفروق، ثم اللفيف المقرون. إذن إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم. نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.